صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك فرق بين الرأفة والرحمة؟ الرأفة والله أعلم هي اللطف، هي اللطف والرفق، والرحمة صفة من صفات الله سبحانه، ومن آثارها، من آثار رحمة الله إعطاء المحتاج وإغاثة الملهوف وإنزال المطر والجنة من رحمة الله سبحانه وتعالى. رحمة الله لها آثار، كما أن غضبه له آثار أيضا. نعم.